بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع. الرضاع أو الرضاع بكسر الراء وفتح الراء، وأما إذا كان بالفتح كذلك إذا كان الرضاء والرضاء، لكن الأفصح ما جاء في كتاب الله: من أراد أن يتم الرضاعة بفتح الراء. وكان شيخنا محمد التقي الهلالي رحمه الله دائما يوصي، قال: إذا كانت الكلمة استعملت في بوجه في كتاب الله فهو أفصح على الإطلاق، مع أنه في بعض الأحيان اللغويون قد يخطئون بعض الأشياء من هذا ويقولون هو مرذول أو كذا. ولذلك الشيخ كان يغار رحمه الله كثيرا ويقول: ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وتداولها العلماء من الكلمات فهي من أفصح الكلمات. نعم. وأنكر الأسمعي الكسر في الرضاعة، هكذا قالوا في الرضاعة هكذا، وهو ما جاء في كتاب الله بفتح الراء. والرضاعة في الحقيقة، هل تسمى الرضاعة من غير الآدمية؟ الظاهر الرضاعة المصطلحة لابد أن تكون من الآدمية التي ينبني عليها المحرمية، فهو مس الرضيع ثدي الآدمية وشرب لبنها من طريق المس. يأتي عليه تفريع: هل إذا كانت عصرت لبنها في قعب أو قدح ثم سقي به، هل يثبت أو لا يثبت؟ الظاهر الحكم يدور مع العلة. جاء في الحديث: ما أنبت اللحم وأنشز العظم فهو محرم. فإذا كان هذا هو إلا، فسواء كانت عصرت أو أمسكت سدي أو مسكت سديها، كلاهما يكون محرما. نعم. الحاصل الرضاء والرضاء. باب ما جاء ما يحرم ما يحرم من الرضاء أو ما يحرم من الرضاء. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الإمام صاحب المسند، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي، أنه قال: حدثنا علي بن زيد ابن جدعان. علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. عن سعيد بن المسيب أن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. نعم. فيحصل بها الأمومة والأبوة والعمومة والأخوة إلى آخره. فهذا الحديث إسناده فيه ضعف، لكنه جاء من طرق أخرى يغني هذا الإسناد عن الطرق الأخرى، عن عائشة وابن عباس وام حبيبة وغيرهم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا كاد أن يكون الحديث متواترا أو على الأقل مشهورا. نعم. قال أبو عيسى، يعني علي بن زيد بن جدعان، في هذا الإسناد ضعيف. ومن أجيب صنيع الترمذي أنه يأتي بالحديث الضعيف ثم يتبع وفي الباب، وهذا في مواضع كثيرة، لأنه يكون مشهورا الحديث بإسناد صحيح فيأتي بالضعيف ليقال أن ليس كل من ضعف جميع أحاديثه صحيحة. ولذلك
إذا جاءت المتابعات فيصح حديثه، وليس معناه أنه كل من ضعف جميع أحاديثه يكون ضعيفا. قال في الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن لغيره صحيح لذاته من طرق أخرى، هذا معناه إن شاء الله. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. هذا ما يسمى نقل الإجماع، وإن كان الإجماع يعني قالوا إنه حصول الاتفاق من الجميع أو معرفة الاتفاق قد يكون صعبا، إلا أنه نقل من هذا النوع كثير وهو بصيغة أو يأتي في صيغة الإجماع لا نعلم بينهم اختلافا. فإذا كان أحد عنده اختلاف فليذكر، إن لم يذكر فمعناه أنه إجماع حصل من الصحابة إن الله حرم من الرضاء ما حرم من النسب. فبين الرضيع والمرضعة هذا لا يعني ليس فيه أي شك، صارت أما له، كذلك مرضعة أولادها إخوان له خاصة الذي ارتضى، أما الذي لم يرتضى أخو المرتضى لا يكون محرما لهم وهي تصير أما له. قال وفي هنا جاء قال أربع نسبة يحرم من النساء ما يحرم من النسب، أربع نسبة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضائق وقد لا يحرم، وفي الرضائق قد لا يحرمنا. هنا قال العلماء يستثنى من هذا العموم قوله يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضائق قد لا يحرمنا. الأول أم الأخي، أم الأخي في النسب حرام، أم الأخي في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب، وفي الرضائق قد تكون أجنبية فترضع الأخ ولا تحرم على أخيه. الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضائق قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالث جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضائق قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضائق قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة لم يستثن الجمهور شيئا. يعني نقول قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، وهذا هو الراجح في الحقيقة، التحقيق يدل على أنه لا يستثنى من هذا العموم شيء، فكل ما يحرم من النسب يحرم من الرضا، وهذا هو الصحيح وينبني عليه الحكم عدم الزواج، كذلك من الأخت التي تكون من الرضا، كذلك الخلوة والمسافرة وغيرها وغيرها من الأحكام التي يكون للمحرم يكون لهذا الولد الرضيع. نعم، وهذا هو الصحيح. أما الذي قالوا أنه يعني أربع مستثنات لم يستثن عامة العلماء من الصحابة وغيرهم لم يستثنوا أي من النساء من هذا الباب. نعم، قال حدثنا بندار وهو محمد بشار، محمد البشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا مالك حا تحويل إلى إسناد آخر قال الترمذي، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، إسحاق بن موسى ابن عبد الله يصل نسبه إلى الصحابي عبد الله بن يزيد الختمي ثقة متقن قال حدثنا معا وهو ابن عيسى شيخ تلميذ الإمام مالك قال حدثنا مالك. فإذا يحيى بن سعيد وكذلك مان تابع كل واحد الآخر عن مالك، قال عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة ثقة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاءة ما حرم من الولادة بهذا العموم، وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه البخاري وغيره أيضا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم في ذلك بينهم اختلافا. مرة ثانية أكد على عدم معرفة الخلاف في هذه المسألة. نعم. باب ما جاء في لبن الفحل. الفحل هو الأصل فيها أنه هو الذكر من الدواب وغيره، ولكن قالوا حتى الرجل يوصف، الأصل ما يسمون الفحل في الرجل، لكنه إذا كان يوصف بالشجاعة أو بالقوة فيقولون فحل. الأصل فيها قالوا أنه يكون في الدواب الذي يكون يضرب أنثاه. فما جاء باب ما جاء في لبن الفحل أي الرجل ونسبة اللبن إليه. لماذا؟ لأن اللبن ناشئ منه، إذا كانت حملت المرأة فاللبن ناشئ منه هو، وإن كان يخرج من بين الصلب والترائب من النساء من الرجل والمرأة، لكن ما ذلك اشتراك لكل واحد منهما. وأصل السبب، أصل السبب هو الرجل، ولذلك قالوا نسب إليه لبن الفحل. قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان. تصور القضية، ما معنى لبن الفحل؟ له امرأتان ترضى إحداهما صبيا والأخرى صبية، واحدة صبيا والأخرى صبية. هل الصبية أجنبية من الصبي؟ ليس أجنبية، لأن اللبن منشأ اللبن واحد وهو الزوج، الزوج، وانتشرت المحرمية بينهما وبين الأب. فالجمهور قالوا يحرم على الصبية تزويج الصبية، وقال من خالفهم يجوز، والصحيح أنها تحرم، لأن كلاهما أو لأن كليهما قد رضع من مصدر واحد والسبب هو الزوج، فلذلك لا يجوز أن يتزوج كلاهما أخوان، لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر. لبن الفحل. قال حدثنا حسن ابن الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا ابن نمير هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير أنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. نعم. وجاء في صحيح البخاري إن أخلح أفلح أبي أخوه بالقعيس جاء يستأذن علي ليدخل، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبيت أن يدخل علي، فأنكر علي أفلح وقال أنا أمك، فقالت لا حتى أستأذن رسول الله أو حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا باب كبير أيضا، النساء ينبغي أن يحترمن أزواجهن فيها مثل هذه المسائل التي يتعلق بغيرة الزوج وغيرة الزوج، فينبغي النساء ينبغي أن يحترمن. يؤخذ من فعل عائشة رضي الله عنها هذا المعنى. فلما استعمرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك فإنه عمك، فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. هنا لبن الفعل، يعني المرأة يعني أم، صارت لي أما، والمرأة التي أرضعتني وزوجها لم يرضعني، زوجها لم يرضعني حتى تنتشر المحرمية من في أقارب الزوج أو أقارب الأب، أب من الرضاعة. إيه نعم، أخو أبو القعيس، أبو القعيس هو أبوها من الرضاعة. فقالت هي على كل حال لم تفهم الموضوع، فقالت: إنما أرضعت المرأة، فإذا كان أرضعت المرأة فكان الولد ذكرا فهو يحرم عليها وتحرم عليه، أما الزوج ليس له علاقة بالمحرمية حتى تنتشر المحرمية ما أخيها أو ما أبي ما أخيه أو أبيه، يعني أمي من الرضاعة لا يكون أم من الرضاعة يجوز له أن يدخل علي، لأن الزوج لم يرضعني إنما أرضعتني المرأة. فكأنها قالت الرضاعة المحرمة من المرأة، الزوج ليس له علاقة في هذا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أمك أكد عليها فليلج عليك أي يدخل عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح، والقول الأول أصح، وهذا مما نستحب أو مما نحب من صنيع الترمذي رحمه الله، أنه يذكر الأقوال، فالمتفقه ينبغي أن ينظر إلى أقوال العلماء ثم يعطي الخبر اليقين والحكم اليقيني ما هو الصحيح. فما دام الحديث صحيح في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد وهي قدمت كأنها معارضة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذا ليس معارض، فبذلك قال: والقول الأول أصح. فلذلك نريد دائما طلبة العلم ألا يتعلقوا بمذهب من المذاهب ويعتبروا كل المذاهب مذهبا واحدا هو الإسلام، وجميع أئمتنا وعلماء الإسلام يجب عليه أن يستشير في كتب الفقه السائد. الآن الذي نجد في الحقيقة توارثنا في الدراسات الإسلامية الآن وكليات وكذا، هذه كلية الشريعة وهذا كلية أصول الدين الحديث وغيره، فصاحب الحديث حرام عليه أن يتعامل مع كتب المذاهب. وكتب المذاهب في الحقيقة إلى وقت قريب، لكن الحمد لله الحمد لله تغير الوضع في المملكة، لكن إلى الآن موجود في بعض كتب المذاهب لا طلبتها لا يتعاملون بالسنة، وإذا أخذوا السنة لا يعرفون حديث صحيح أو ضعيف وكذا. انظر ما خرجت الكتب في هذه البحوث قبل 40 أو 50 سنة، تجد فيها عوار كثير، لكن الحمد لله المملكة الآن، وحيث إن حتى في كلية الشريعة قبل مدة أذكر أننا كنا نتعارض مع بعض الشيخ عبد العزيز وصيم رحمه الله وغيرهم، كانوا يرمون بعض البحوث، قال فلان والحديث كذا وكذا وهذا الحديث مرجح، ما أنه الحديث ضعيف، لكن ألسموا في البحوث. هذا قبل كم يكون، يمكن قبل 30 سنة أذكر في الجامعة لما كانت في العزيزية، فقرروا قالوا أي بحث لابد، أي طالب إذا أدخل حديثا لابد أن ينقل قول العلماء في التصحيح والتضعيف، وإلا البحوث القديمة تجدون. وأنا ما أستحي أن أقول أن في الأزهر أيضا جاءت رسائل ما تجد فيها سبحان الله التمييز بين الصحيح والضعيف. الحاصل المسألة راحت بعيدة، لكن يجب علينا أن نتربى على أنه كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، إن كان يصدق هذا فهذا هو الذي ينبغي أن نتعامل معهم. ينظر الطالب أقوال الجميع وقد يفتح له الباب في الأدلة في الحقيقة، ثم يزن الدليل الصحيح فيأتي ويقول هذا الراجح فيه كذا لموافقته للدليل الصحيح، كما قال لنا هنا، قال: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم من لبن في لبن الفحل، يعني كأنه لا ينشر المحرمية، والقول الأول أصح. الأصل في هذا الباب قول عائشة أو حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين. هو في الحقيقة إن في بعض الأحيان يأتي في بال الطالب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الحمد لله حصل في جامعتنا أم القرى، ووفقني الله، أنا كنت قدمت والإخوان وافقوا أننا نحقق الآثار. كلما نجد نجل الأصل المصنف ابن أبي شيبة في التبويب والطهارة وكذا، يأخذ الطالب ويجمع من جميع ما يمكن من الكتب التي تيسرت الآن ما لم تتيسر للأئمة من قبل، يجمع منها، فإذا اجتمعت له 200 في الدكتوراه أو 100 في الماجستير يحقق أسانيد هذه أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة.
الآن أكثر من 50 رسالة تمت الحمد لله، تحتاج في الحقيقة أن يعاد في النظر وترمى أمام الناس، العلماء يستفيدون منها. فأنا أريد أن أتطرق إلى هذا، أشياء كثيرة عند بعض أهل العلم من الصحابة لكن التي ما تجد فيه مخالفين للصحابة، فإذا كان بعضهم نقل عنه الخلاف وينقل بعضهم بعضا من بعض تجد أنه ليس بصحيح، مسائل كثيرة. ولذلك توفرت طرق البحث الصحيح والتفقه الصحيح في هذا الزمان ما لم يكن متوفرا في الزمان القديم. نعم، فالقول الأول أصح. نعم، قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباع مكة أبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم في هذا الحديث الصحيح، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، روي ذلك عن ابن عمر وأبي الزبير ورافع بن خديج ومن التابعين. لو ذهبت تبحث إن شاء الله لا تجد صحيحا مثل هذه، ولو صح رأيا منهم رضي الله عنهم فيكون مرجوحا ولا شك فيه أمام جم غفير من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضانكم. قالوا: لا يحرم أو لا تحرم إلا الأمهات، فإذا كانت البنت خرجت من بطن أمه من بطن أم الرضاعة كذلك إذا ارتضعت واحدة أخرى فهي التي تحرم، أما ما يتعلق بالأب فلا يكون هناك أم له ولا جد أيضا، مع أن لبن الفحل يؤدي إلى أن الأم أو والد الأب أيضا يكون حراما أو محرما أو محرما. نعم، أي نعم، يعني يحرم تنتشر المحرمية من جهة الأب أيضا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأفلح أخي بالقعيس، أبو القعيس زوجته هي التي كانت أرضعت عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك يدخل عليك، يعني لا محرمي لا حرمة بينكما بل هو محرم لك. ثم بعد ذلك قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا مالك حا تحويل إلى إسناد آخر، قال: وحدثنا الأنصاري الذي مضى بنا قريبا هو الثقة، قال: حدثنا معن هو ابن عيسى، قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد، عن عمرو بن الشريد أبو الوليد الطائفي من الثقات المعروفين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ قال لا، يعني فتوى ابن عباس رضي الله عنه، قال: لا، اللقاح واحد. اللقاح هذا تفسيره لبن الفحل، اللقاح واحد كما فسر الأسمعي، والأسمعي في الحقيقة لغوي وأيضا كان له إلمام بالحديث، والإمام أحمد رحمه الله هنا مضى بنا موكدا، قال الأسمعي أسمعي أو هنا قاضي عبد الوهاب، لكن أسمعي أيضا قال. فالحاصل أنه اللقاح واحد، هذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه أيضا موافقا للحديث، وهو ليس من الصحابة الذين نقل أو ذكر ونسب إليهم أنه يقول أنه لا محرمة فيها. قال أبو عيسى: وهذا الأصل في الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي روايات أخرى: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. هنا لم تذكر هذه الرواية لكن جاءت الظاهر: لا تحرم الإملاجة مصة، وهو أن يكون يلقم أو يلتقم الثدي المرأة ثم يمس مسة واحدة، فهذا ليس محرما. قال: حدثنا محمد بن العالى وهو الصنعاني، محمد بن العالى الصنعاني ثقة، قال: حدثنا معتمر ابن سليمان، قال: سمعت أيوب وهو السختياني يحدث عن عبد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، رجاله ثقات نسبات رجال الشيخين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان.
قال: وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن الأوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إن شاء الله إلا كلا الطريقين، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وكذلك عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عبد الله بن الزبير سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدما يكون سمع من عائشة، هذا ممكن، أو يكون من مراسل الصحابة، ومراسل الصحابة يكون صحيحا. فبعضهم روى عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلل هذه الرواية، كلها صحيح. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا رواية محمد بن دينار هو يعني متكلم فيه، ولذلك قال وهو غير محفوظ. والصواب عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، ولكن لا يبعد أن يقال أنه الزبير بن العوام مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من مراسيل الصحابة، فكلا الطريقين يكون صحيحا إن شاء الله. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وسألت محمدا أي الإمام البخاري رحمه الله عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة، وحديث محمد بن الزبير، وزاد فيه عن الزبير إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. هذا كله ليس كلاما على أصل الحديث، إنما كلاما في الإسناد فقط، تواهم في الراوي وكذا، ولا يؤثر في صحة الحديث. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وسار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر على ذلك، أي على أن 5 رضعات هي التي تحرم، لكن تجد الرواية جاءت من طريق آخر أقوى منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن، ثم نسخنا ب5 رضعات وهن فيما يقرأ من القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات. ما معنى هذا؟ أول الوصح هذا في صحيح البخاري هذا المعنى. فقالوا أنه كان الناس كانوا يأخذون الحكم والآية ويذهبون إلى بلادهم البعيدة النائية، ويكون ينسخ الشيء ولم يصل إليهم النسخ، فكانوا يقرؤون قرآنا وهو واجب عليهم لا يغيروا ولا يبدلوا شيء، فلما يكون قد بلغهم فنسخ من القرآن تلاوة وحكما أيضا، تلاوة وحكما أيضا. نعم. ثم قال: والأمر على ذلك، يعني كان بعدما ثبت النسخ ب5 رضعات، فكان الأمر على ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له معنى أيضا في الحقيقة، أن الصحابة لم يختلفوا أن هناك 5 رضعات، إلا بعضهم نقل عنه أنه قال: أمهاتكم اللاتي أرضانكم والوالدات يرضين أولادهن. لم يذكر فيه مرة واحدة أو مرتين أو 3 أو 4، لكن هذا القول ضعيف، إنما هو الآن لما يعني من الممكن أن يكون ينسخ أو يكون اختلاف فيه، لكن لما جاء فعل الصحابة، اتفاق فعل الصحابة على أنه منسوخ و5 رضعات هي الثابتة، دل على أنه لا ناسخ له، لأنه قد يكون هناك نسخ لهذا أيضا إلى أقل من هذا. ولذلك بعضهم قال 3 رضعات،
والأمر على ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك كان الصحابة أخذوه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل الصحابة على فعل وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متيقن أنه لم يطرأ عليه النسخ. نعم. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وعبد الله بن أبي بكر في هذا الطبقة هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أنا عمرة وهي بنت عبد الرحمن أنا عائشة رضي الله عنها بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات هي المحرمة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسة ولا المستان. وقال الإمام أحمد لا تحرم المسة والمستان مفهومه ماذا؟ إذا كان الثلاثة وما فوق ما هو كذا؟ قال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة رضي الله عنها في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيء. عجيب هذا، هذا التعبير عجيب في حق الإمام أحمد رحمه الله. يعني إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيء، كأنه يقول مفهوم المخالفة يدل على أن الثلاثة وما فوق هي المحرمة، لكن الإمام أحمد جبن هكذا استعمل. وهذا الجبن مبارك من الإمام أحمد رحمه الله، لأنه في مواضع كثيرة يسأل فيأمر بالإحتياط رضي الله عنه ورحمه. نعم. وكان دائما يأخذ بجانب الإحتياط وبالجانب الأقوى. جبنا أن يقول كأنه يشير أنه الثلاثة وما فوق أيضا يحرم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قليل الرضاء وكثيره إذا وصل إلى الجوف، لأن الله تبارك وتعالى ما ذكر الخمس والأربع. وهذا طريق من لا يرى تخصيص الحديث تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة، وهذا أمر في الحقيقة مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل ضعيف في عند بعض أهل المذاهب، لكن في الحقيقة لا يعني يستعملون هذه القاعدة في جميع نوازلهم، إذا وافق المذهب فيستعملون وإذا خالف فربما يؤولون. الحاصل على كل حال، قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قليل الرضاء وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وكيع وأهل الكوفة. أهل الكوفة يقصد بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه علي على الطائف، يعني له منزلة عالية ابن أبي مليكة. فإذا يتلخص الله أعلم أن الراجح في هذا القول وهو لا يحرم إلا خمس رضعات. يبقى الكلام على الرضعات، الرضع ما المقصود منها؟ مس عرفنا الحديث يدل بوضوح مس ومستين لا يحرم، فإذا ما المقصود من الرضع؟ وهو الذي فسر بأنه يرتضع ثم يترك الثدي شبعان بدون أن يفطم أو بدون أن يفصل، فهو يشبع كأنه وجبة واحدة، وجبة واحدة وجبة ثانية وجبة ثالثة وهكذا خمس رضعات، إذا كان أقل من هذا فلا يكون محرما. لا تحرم المسة والمستان، وما قالت خمس مسات، هي قالت خمس رضعات ما قالت خمس مسات. يعني الناس هي لا شك فيها، لكنها لما استعملت كلمة رضع ماذا يفهم من الرضع؟ رضع رضعتين أو ثلاثة، هي فعلة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، فالفعلة معناه مرة واحدة رضع كاملة بحيث يكون مشبيا، هذا الذي فسره العلماء. أما إذا كان التقم الثدي ثم حرك فمه مرة واحدة هذه المسة
هذا لا يحرم. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنشز اللحم ما أنبت اللحم وأنشز أنشز العظم. فمس ومستين لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم. نعم. علي رضي الله عنه هكذا ذكر هنا قال: وكان عبد الله عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف. عبد الله بن الزبير لما كانت خلافته على الطائف وإلى اليمن وإلى الكوفة أيضا، وكان نعم وفي أشهر سنوات من 63 إلى 72 آخر 72 أو 73 آخر ما جاء الحجاج فنسب المنجنيق، والله المستعان لا يسر تذكره. نعم. فالحاصل لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمسة هي المرة من المسك الرضعة من الرضاع، فهي فعلة يعني فعلة. الرضعة يكون ارتضى مرة واحدة حتى شبع، ثم جاع فارتضى مرة ثانية. وفي الباب عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المسة؟ قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمسة والمجستان، يعني حتى الرضعتان. وأنا أذكر أن بعض علماء الهند أو من المحدثين، هناك كان شخص يعني عنده أخوان، واحد عنده بنت وما شاء الله آتاهم الله من الدنيا شيء كثير ومع الدين والإيمان بفضل الله تعالى، وواحد من الإخوان عنده ابن، على كل حال فأراد أن يزوجه، لكن جاء أنه مرة كان يبكي فزوجة أحد الأخوين قد ألقمته ثديها، فجاء بعض العلماء وأفتوا أنه لا يجوز. لكن الشيخ نفسه رأيت في ترجمته صاحب تحفة الأحوذي لما ذهب هناك فسألوه فأفتى بأنه أقل من 5 رضاعات لا تحرم، ففرحوا كثير بهذا وزوج وبارك الله فيهما حتى صار لهم أولاد يذكرون. نعم. فهذه فتوى كانت موجودة على كل حال على مدى الدهر من قبل، ليس هو مبتدع في هذا وليس بدعا فيه. وفي رواية قالت: دخل عربي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، تقول أم الفضل وهو في بيتي، قال: يا نبي الله، إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث رضعة، الامرأة الجديدة، كيف يعني وهي أو رضعتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتين. إذا كانت هي كبيرة مزوجة أيضا تأتي مسألة أخرى، هل هي الرضا على الكبير أو الرضا للكبير، هل يحرم أو لا يحرم؟ الصحيح أنه لا يحرم. كذلك ابن الزبير وغيرهم جاءت على هذا المعنى، هذه المعنى روايات. قالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات فنسخ، وفي رواية: نسخنا من ذلك 5 معلومات فنسخ الله تعالى من ذلك المذكور 5 رضاعات. نعم، إلى آخره. قالت عائشة في رواية مسلم، لفظ رواية مسلم: فيما نزل من القرآن، قالت: فيما نزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي 10 رضاعات هذا الذي فسره. قال النووي: أن النسخ ب5 رضاعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقرأ 5 رضاعات ويجعلها قرآنا متلوا. نعم، قرآنا متلوا الآن لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى، فنسخ تلاوة ونسخ بقي حكما، وعشر رضعات نسخ تلاوة وحكما. كان هذا من الآيات التي كانت تتلى، ومن حكمة الله أنه نسخ تلاوة وبقي أو أبقى حكما، هذا هو الذي اتفق عليه العلماء. نعم. ولعلنا ما نجد في القرآن هذا، لكنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم المنسوخ كان الناس يقرؤون الذين لم يبلغهم نسخ التلاوة،
وهذا يمكن تنظرون في الإتقان وغيرها أذكروا أدلة كثيرة على هذا أنها نسخت تلاوة أيضا وبقيت حكما. ثم بعد ذلك باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن ولية عن أيوب وهو السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم. عبيد بن أبي مريم هذا وثقه ابن حبان وغيرهم وقالوا أنه لم يروي عنه إلا واحد إلا أنه من التابعين الكبار. وكذلك جاءت هذه الرواية عند البخاري وغيره من طريق ابن أبي جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة عن ابن جريج عن عقبة فتابعه. على كل حال ابن أبي مليكة إن كان قاله بعضهم مقبول فقط لا يضر. عن عقبة ابن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى فشددت رحلي وذهبت. هو مكي عقبة بن الحارث مكي. قال حتى وصلت إلى المدينة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان. وفي رواية البخاري تزوجت ابنة أبي إيهاب هكذا جاء ابنة أبي إيهاب تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. طيب من أين تقول إنها كاذبة؟ كيف وهي كاذبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما داها عنك. وفي رواية البخاري قالت قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فعارض عني. قال فأتيته من قبل وجهه فعارض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما داها عنك. وفي رواية البخاري كيف وقد قيل كيف وقد ما دام وقع شبهة فيها فهناك المنكوحات كذلك المتومات إذا وقعت فيها الشبهة فيجب أن يترك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نظائر كثيرة في مثل هذا المنكوحة أما مسائل أخرى قد الشبهة قد لا تؤثر لكن المنكوحات والمتعومات قالوا بمجرد الشبهة يحرم. ففارقها وله منها أولاد وله منها أولاد فارقها وهذا ليس مرأة واحدة وإن كانت لكن في أمورنا الآن لو ذهبت نظائرها في تعامل الأئمة رحمة الله عليهم تجد أنها تقبل في مسائل خاصة في البكارة وغيرها وغيرها تعرفون أن هذه الأمور إن النص عليها. فمرأة واحدة تقبل فيما تخص المرأة هذه المسألة تخص المرأة وربما لا تجد في الوقت نفسها أنها. أنا أوريكم الآن شيء غريب وأنا يعني وجدت أي نعم قريبا سبحان الله هكذا فصورت هذا أرسل لي أحد من الإخوان في الإيميل وهذه مرأة هذا بيان بأسماء الذكور والإناث الذين أرضعتهم أنا فلانة بنت زوجة فلان اسمها موجود هنا وزوجة الشيخ فلان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه. هذا من القاضي الشهادة هي وحدها راحت وطلبت منه فقال أقرر أنا فلانة السيف وأنا بكامل قواي العقلية وأشهد أن الموت حق والجنة حق هذه المرأة تقول والنار حق وأن الله يبعث من في القبور وإنني أريد أن أبرئ ذمتي حتى لا يلحقني إثم من الرضاعة وحتى لا يتداخل الذكور والإناث في الزواج وهم إخوان رضاع. وأقول أنني أرضعت الآتية أسمائهم علي بن يوسف العتيق ثامر يعني 25 ولا 35 سبعة لا 25 من الذكور والسبعة من
النساء كم صاروا كلهم؟ 32. اي نعم. قل وكان رضاءتي، انظروا هذه اثبتت 1400، لكن متى كان هذا؟ انظروا تقول وكان رضاءتي لهؤلاء بالوقت الذي لا يوجد فيه شيء يغني عن اللبن مثل لبن المعلبات حاليا، يعني ما كانت هناك لبن المعلبات. طيب، ويعلم من يراه بأن كل هؤلاء إخوان رضاء وأولاد لي من الله يحرم التزاوج بهم فيما أوضح فيما أوضحه حكم الله تعالى وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله على ما نقول وكيل. شاهد القول والاعتراف وكاتب الورقة فلان ابن فلان لختم. فيحصل هذا، سبحان الله. شوفوا 32 مو كذا، 25 7 32 ما بين الرجال والنساء، فأثبتت. هو في الحقيقة يجب في مثل هذه أن يثبت، وإلا يحصل هذا. الأخ عبد الهادي الأميري تسمعون عنه، حكى عن قبيلته بعضهم قبل 10 سنوات أو زيادة، قال سبحان الله، تزوج اثنان فجاءت امرأة قالت أنا أرضعتكما ولهم أولاد كبار، ففرق بينهما. هذا يحكي، هذا في شارع الحج. نعم. ولذلك العلماء يوصون أن هذه تضبط ضبط بأن فلان ارتضى مع فلان وارتضعت مع فلان إلى آخره، حتى لا يتداخل أو لا يتداخل النسب الحرام. فشهادة المرأة الواحدة إذا كانت هي ثقة لماذا ترد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، حتى لو وقعت الشبهة في هذا يجب عليك أن تترك أشياء كثيرة في مثل هذا. نعم، نكاح شبهة ونكاح وطلاق شبهة أو يعني فراق شبهة، كل هذه لا حكم. المطعومات الآن، إذا رميت بسهمك وغاب عنك الصيد ووجدته ليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإذا وجدت فيه أثرا آخر فلعله لم يطم بسهمك بل فلا تأكل، وإذا وجدته غريقا فلا تأكل، لعل الماء هو الذي أماته. فمثل هذا وقعت الشبهة. على كل حال، فلا يجوز للإنسان، وهو الذي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمر مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ويرضي. الحاصل على كل حال، قال أبو عيسى حديث في الباب عن ابن عمر، قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، ولم يذكر فيه عن عبيد ابن أبي مريم. حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة، لم يذكر فيه، ليس قد يكون يذكر المشتركين في الإسناد وقد لا يذكرون، ولم يذكروا داها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. كذلك إذا تتبعت فتجد فيما يخص النساء، المسائل التي تعرفها النساء تقبل أو يقبل قول امرأة واحدة أيضا. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها. نعم، يتثبت زيادة. ولذلك هذه قالت أنا أؤمن بأن الله يبعث من في القبور وغيرها وغيرها، هذه يمين مغلثة في الحقيقة. نعم، حتى يكون شهادة المرأة حتى يكون شهادة امرأة واحدة. قال ابن عباس ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، يعني ربما يطلبون ما هو الرجل، لأن الشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هكذا عموم الشهادات، فلعلهم أرادوا هذا. وهو قول الشافعي وعبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم يفارقها في الورع، يعني تورعا يؤخذ، لكنه الحكم الصارم لا يعني يحكم باليقين إذا كان تورع أحد، لكن الذي يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هو الأصل في هذا،
كيف وقد قيل حتى وقعت الشبهة بقول امرأة واحدة، فينبغي ألا يهدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف يمكن أن تجتمع وقد قيل أنكما أخواني بالرضاعة. ثم بعد ذلك قال: باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. نعم، لأنه لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن حول أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحولين فيه تمام الرضاعة. وبعدها هل تعتبر الرضاعة لا تعتبر؟ بسم الله. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا أبو عوانة. من يكون هذا؟ والضاح بن عبد الله ليشكري الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر. وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي امرأة هشام ابن عروة، يعني عروة يروي عن زوجته. نعم، وهذا يعتبرونه رواية الأكابر من الأصاغر، فالزوج يعتبرونه أكبر. عن عروة عن أبيها عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام هي امرأة هشام ابن عروة. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، أي يكون من الثدي، اللحم اللبن يكون من الثدي، وكان قبل الفطام. كان قبل الفطام ما فتق الأمعاء، يعني نتصور أن عند الجوع الأمعاء تلتصق بعضها مع بعض، فإذا دخل فيه الماء أو اللبن أو كذا فيفتح، هذا المقصود منه، يعني كأنه يكون لا يكون مسة واحدة ما يفعل هذا الشيء، وهو الذي يرجع الأمر إن شاء الله إلى الرضا. وكان قبل الفطام، يعني قبل حولين الكاملين، إذا كان بعد الفطام فلا يحرم. هذا هو مفهوم هذا الحديث وهو صحيح. هي المقصود منها الظاهر وإن كان حلبت لكنه من الثدي، من الثدي يكون هكذا فسروه في الثدي. انظروا ماذا قال: أي في زمن الثدي، وهو لغة معروفة، فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي زمن الرضاعة. نعم، فهو ثائب من الثدي في زمن الرضاعة. نعم، زمن الرضاعة وهو ما قبل الفطام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا. نعم، وأما ما جاء أن هناك بعض الفقهاء ارتأوا استحسانا، قالوا يجوز أن يكون غذاء الطفل حولين كاملين هو لبن المرأة، فجأة إذا فطم يضره، فيقولون وستة أشهر، يعني سنتين وستة أشهر جاز أن يكون، لأن ستة أشهر يكون تعويده على الفطام شيئا فشيئا. هذا مما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الذي يظهر ما كان دون الحولين ينبغي أن يكون تعويد الفطام قبل تمام الحولين حتى يتعود شيئا فشيئا أن يفطم. نعم، أين الدليل على هذه الزيادة؟ هل تريد أن تقتل الولد أو تؤذي الولد؟ يجوز له أن يرتضع رضع كاملة حولين كاملين، فجأة إذا أنت فصلته عن اللبن وأطعمته أو شيء من الطعام يضره، ولذلك رأى استحسانا رضي الله عنه ورحمه، وعلى كل حال هذا رأيه، ولذلك لم يقبله العلماء رحمة الله عليهم. نعم، رضاع الكبير في الحقيقة الآن، أنا كنت على كل حال تعلمت في هذا الموضوع، فوجدت أنه ابن التيمية رحمه الله له كلام، لكنه في الحقيقة الإسلام ينظر إلى المصلحة والمفسدة،
هل يفيد هذا؟ هل يفيد أو يعطي بينهما؟ الصغير إذا كان يلعب على بطنها ويشرب من ثديها ويراها مكشوفة وكل شيء فتتربى بينهما معنى الأمومة والبنوة، ما هو كذا؟ أما الصغير إذا الكبير إذا ارتضع فهل يتربى هذا هذه العاطفة تتربى؟ أبدا، ولذلك مفسدة أكبر. لكن الإمام ابن تيمية حصر الموضوع لأن قالوا حتى أم سلمة قالت هذا منسوخ، ما هو كذا؟ رضاع الكبير لما جاء سالم مولى أبي حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت يا رسول الله إنه ذو لحية، قال عرفت أرضعيه 5 رضعات تحرمي. فابن تيمية رحمه الله وزن المسألة بميزان معتدل، قال لا يجوز أن يكون الرضاع الكبير محرم إلا من كانت حالته حالة، لا يقال منسوخ ولا يقال إنه لا يجوز، لكنه ننزل النازلة على قصة واقعة سالم وسهلة. سالم كان من الصغر يتربى عندهم ويراني فضلة وكذا، كأنها لابسة متفضل ومكشوف رأسها وجسمها كل شيء مثل الابن، والآن قد بلغ مبلغ الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. يعني إذا كان تربى من الصغر هكذا مع المرأة وارتضى لم يرتضى إلا أنه كان يراها كاشفة الرأس كاشفة الصدر وكذا وكذا، ثم بعد ذلك لما كبر وتربى بينهم الحب والاحترام وكذا، ففي هذه الحالة إذا لم يستغنى عنه فترضى 5 رضعات. هذا كلام ابن تيمية فيما فهمت منه، أما عامة ما يقولون إن ابن تيمية رحمه الله يجيز، وهذا خطأ في الحقيقة، افتراء على ابن تيمية رحمه الله. حقق قوله تجد أنه حصر المسألة أن ينزلها على قصة سالم وسهلة، يا رسول الله إنه كان صغيرا وكنا نرى ابنا له وكان يراني فضلة، فضلة معناه في لباس النوم كان يراني فضلة، نعم، فجيت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، يقول هذا امرئ القيس على كلها، يعني لباس النوم. ففي هذه الحالة الآن لا يستغنون عنه، وهو أيضا ربما فراقه يكون في الحقيقة هذا صعب جدا، سبحان الله، يعني الله المستعان. أنا وجدت هنا في الحارة في إذا كان الوقت في مستشفى الولادة كانت امرأة ولدت، وكانت هناك امرأة أيضا ولدت ولدا، ماتت الأم في النفاس إن شاء الله لها أجر الشهادة، والآن ما وهي الظاهر كانت من بلاد يمن أو كذا، فأصحاب المستشفى طلبت منهم قالت أنا عندي لبن وأنا أسقي أرضعه يلا ويبقى معنا. سبحان الله بعد ذلك كبر وهو لا يشعر شيء، وإخوانه كلهم هو أكبرهم الظاهر كان أكبر، فاحترام، وأنا أشوفه يدخلون يخرجون وكذا وكذا. فجأة صدم والده وأمه، هذا والدي وهذا، كلهم يعرفون هكذا، سبحان الله. فجأة صدم الولد سيارة، وعطوه سيارة جيدة، صدم الولد سيارة، أبوه غضب قال مين يقول أنت ابني؟ هذا صدم والله صدمة، كاد سار مثل الفرخ يمشي كأنه مريض شهور، سبحان الله. قال نحن ربيناك كذا وكذا، أول مرة يصدم، وهذا خطأ من هذا الرجل، هو أسلهم بلوش الظاهر الذين ربوه، وأنا لما لقيته والله قلت له أنت ما أحسنت لنا التصرف. الولد سبحان الله كأنه فقد كل شيء، هو يعرف أن هذا أبي، هكذا بينهم الحب والكرام الاحترام، والإخوان إخوانه الذين هو من أب وأم يعرفون أن هذا أخي الأكبر، وأيني ما هذا حصل هناك في الحارة، الله المستعان. فالمسائل هذه صعبة، لكن فيما بعد قال أنا غضبت، بدأ يلطش الكلام يقول أنا غضبت وقلت لك وكذا كذا كلام من هذا، لكن يعني الولد أحس إحساس عجيب جدا وكاد أن يموت كمدا، الله المستعان. على كل حال الله المستعان. باب ما يذهب مذمة الرضا. مذمة هي ليست مذمة، يعني إذا كان الإنسان ارتضى من
إحدى النساء كيف يؤدي حقها، يعني هذا هو المقصود، ما يذهب مذمة الرضاع، يعني هي ما دامت ارتضت لها حقها وصارت أما، فهل يعني يكفي أن يعطيه دفعة واحدة شيء فيكفي؟ الحديث لم يثبت. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا هاتم ابن إسماعيل هو الكوفي الثقة عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج الأسلمي، هذا مجهول لم يعرف، عن أبيه حجاج الأسلمي وهو صحابي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة أبد نوامة، يعني إذا آتيت المرضعة أبا أمة أو أبدا يكفي، يعني قد أديت حقها، قد أديت حقها هكذا. لكن الحديث لم يسود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولكنه خولف، يقول هكذا رواه يحيى بن سيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، يعني الراوي هو حجاج ابن حجاج، سماه ابن عيينة حجاج ابن أبي حجاج، فكأنه يعني العهدى في خطأ في تسميته، وهذا من دقة المحدثين رحمة الله عليهم، يثبتون على الثقات الكبار سفيان بن عيينة الإمام، فقالوا أخطأ في تسميته حجاج ابن أبي حجاج، لكن ما دام مدار الحديث عليه فهو